طاقات بلا حدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طاقات بلا حدود، معي أنا عادل بن أحمد بارباع. ولقاءنا اليوم إن شاء الله حيكون عن تطوير الذات، وكيف الإنسان يفهم ذاته ويطورها، واحتياجاته كيف يعرفها. ضيفنا بإذن الله تعالى حيكون هو الأستاذ درويش زهوان القحطاني، وهو مدير لأحد المراكز التدريبية، مركز قادة التطوير، وأحد المدربين في التنمية البشرية، ورجل ذو فكر واطلاع كبير، نستفيد من آرائه وأيضا من تدريباته اللي بيقدمها بشكل رائع ومميز، حتى يحدثنا عن هذا الموضوع المهم لكل إنسان وإنسانة يطمح أن يكون ذو عمل جيد أو عمل ممتاز وقوي وطموح لا ينتهي. حكون معكم إن شاء الله إلى الساعة 1 ظهرا، وبإمكانكم المشاركة معنا برسائلكم النصية أو اتصالاتكم الهاتفية عبر الأرقام التالية لمشتركي STC 847700، موبايلي 640-660 وزين 746262. أما الاتصال الهاتفي على الرقم 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. في كثير منا قرروا أنهم يغيروا من نفسهم لكن ما عملوا شيء، بين أنك أنت تكون قررت وما عملت شيء، مثل الإنسان اللي أصلا ما فكر أنه يقرر في أي شيء. ومثال ذلك 3 طيور تقف على الشجرة، وقرر واحد من هالطيور أنه يطير، فكم بقي من الطيور على الشجرة؟ 3 طيور جالسين على الشجرة أو واقفين على الشجرة، واحد منهم قرر، أنا بقول بس قرر، فكم طير بقي على الشجرة؟ واحد منهم قرر أنه يطير، لكن السؤال كم طير بقي على الشجرة؟ ارسلوا لنا إجاباتكم على STC 847200، موبايلي 640-660 وزين 746262. طبعا مستمعينا الكرام، الجواب طبعا بقي 3 طيور كما هم، لأنه واحد منها قرر أن يطير وما طار بالفعل، وبالتالي ما تغير أي شيء من واقع الحال. هنا كل واحد يسأل نفسه كم مرة قرر أنه يفعل شيء ولم يفعله، فبقي الحال على ما هو عليه وربما أسوأ. طبعا مو هذا كافي أنه إحنا يعني يكفي أنه نتمنى ونرسم خطط في خيالاتنا وأحلامنا ونكتب لنفسنا أهداف، لكن ما بنسعى لتحقيقها أبدا. إذا قابلتنا مجموعة من المهام، إذا قابلتك هذه المجموعة من المهام والمسؤوليات، بعضها ثقيل وبعضها خفيف وممتع، فابدأ بالأمور الثقيلة وستجد بإذن الله الوقت لعمل الأمور الممتعة، بل إن الأمور الممتعة حتكون أكثر إمتاع عندما تنجز قبلها الأمور الصعبة والعكس صحيح. ما شاء الله في ناس جاوبوا، لكن ما أعرف من صاحب الرقم هذا اللي نهايته 878، قال الباقي 3 طيور. نعم الإجابة صحيحة. إذا مستمعينا الكرام، مهم جدا نحن نطور من ذاتنا حتى نكون أفضل ناس بنقرر لحياتنا، وإذا قررنا أفضل ناس بنعمل وفق هذا القرار. دائما الواحد ما بيعرف، إذا فكر يقول طيب هذا القرار سليم أو غير سليم، وإذا جيت قررت طيب كيف أبدأ، وإذا بدأت إيش الأشياء اللي ممكن تساعدني مع بداية هذا العمل.
كل هذه الأمور تحتاج فعلا إلى من تستشيره، إلى من يعينك ويساعدك بعد الله سبحانه وتعالى حتى تكون على أفضل حال. وما خاب من استخار وما ندم من استشار. لذلك مهم جدا أنه إحنا نعرف مفهوم التطوير الذاتي وكيف نشأ التطوير الذاتي، وهذه الأشياء كلها حيتكلم معانا فيها الأستاذ درويش زهوان القحطاني لكي يفهمنا موضوع التطوير الذات بشكل أدق وتفصيل أفضل، كونه أحد المتخصصين في هذا الأمر. هناك مؤشرات ودلائل تؤكد على تطوير الإنسان لذاته، فمثلا تطوير ذاته التعليمية هو قيامه بواجباته الدراسية والحفظ والمذاكرة، كذلك اهتمامه بالنظافة تطوير لذاته الجسمية. ومسعى الإنسان للبحث عن الرزق مستمعين الكرام هو بالتأكيد تطوير لذاته المعيشية، اللي بيتحرك بيروح بيسعى للكسب بيشتغل، هذا إنسان يبغى فعلا ينمي ويطور من حياته. إلا أن الناس يتدرجون في تطوير ذاتهم، فكلما حرص الإنسان على تطوير ذاته كلما أصبح له شأن كبير في المجتمع، وكلما ضعف كلما قل شأنه في المجتمع. الإنسان لا يرضى أبدا، أنا أقولها يعني بالفم المليان، لا ترضى على ما أنت عليه من حال، حتى لو أنت كنت يعني في مجال كبير لا ترضى دون القمة، لأنه لابد أن تسعى لأن تكون الأفضل والأحسن، سواء على مستوى العمل، على مستوى الوظيفة، على مستوى عباداتك وطاعاتك. دائما اسعى للتغيير، لأنه في هذه الحياة ما حد يبقى على حاله، إما أنك أنت تطلع أو تنزل. حتى إيمان الإنسان إما أن يصعد يرتفع أو يقل، ما في حاجة اسمه باقي على ما هو عليه. حتى أعمارنا ما تبقى على ما هي عليه، يا إما أن يعني إحنا دائما بنكبر ونكبر، وهذا الكبر لابد أنه يصاحبه تطوير لا أن يصاحبه تدهور. لذلك مهم جدا أنه نحن نعرف معنى تطوير الذات ومفهوم تطوير الذات ونشأة تطوير الذات اللي حنعرفه بشكل أدق وأكبر بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة. فقط لمن أراد أن يشاركنا أن يعني يتوسع معانا في هذا المفهوم، أو أنه يريد أن يسأل في هذا الموضوع، أن يرسل برسائل نصية على الأرقام التالية أو إلى الأرقام التالية لمشتركي STC 847700، موبايلي 640-660، أما زين 744-6262، واتصالكم الهاتفي خليكم جاهزين بهذا الأرقام حتى تتصلوا علينا إن شاء الله بعد تقريبا ثلث ساعة، بعد ما يتحدث معنا ضيفنا في موضوع تطوير الذات على الأرقام التالية 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. إذا مستمعينا الكرام، تطوير الذات بالتأكيد هو مهمة مستمرة دائما لا تتوقف عند حد أو عمر. ما دمت أنت عايش ويعني ما زلت على قيد الحياة وما زلت تتنفس على هذا الكوكب كوكب الأرض، فلا بد أنك تسعى للتطوير دائما وأبدا. مما سبق يتضح أهمية تطوير الذات للإنسان وأنه جزء من حياته، وإهمال الإنسان قد ينتج عنه مجتمعات متقهقرة. لذا وجب علينا الاعتناء بالتطوير الذاتي حتى نسمو بذاتنا ونصبح عنصر فعال في أسرنا ومجتمعاتنا وعالمنا.
إذا مستمعينا الكرام، إحنا ما زلنا معكم في موضوعنا وحلقتنا إن شاء الله حتكون عن تطوير الذات، وضيفنا حيكون إن شاء الله الأستاذ درويش زهوان القحطاني وهو مدير مركز قادة التطوير، حيتحدث معنا عن المفهوم والنشأة لتطوير الذات اللي هي إحنا بنحتاجها ما دمنا في هذه الحياة. فتطويرنا مهمة مستمرة دائما، لا تتوقف عند حد أو عمر معين، لأنه الإنسان يسعى دائما أنه يطور من كسبه، من رزقه، من علمه، من حتى إيمانياته. كل هذه الأمور يحتاج أنه يكون فيها الأفضل، وإلا إذا كان في تدهور فأكيد يعني نهايته هو إن لم يكن الموت والانتهاء من هذه الحياة فهو الانتهاء من فاعليته في هذه الحياة. إذن مهم جدا أنه الواحد يكون واثق بنفسه قبل أن يسعى لهذا التطوير، لأنه يريد أن يقرر، وقراره مبني على ثقة أنه فعلا هذا القرار حيكون الأفضل لي، وإني أنا حأدخل في مجال أفضل مما كنت أنا عليه، أن يدخل إلى طريق النجاح في الحياة والوقوع. أكيد أنه حيكون هناك نوع من المؤثرات السلبية اللي ممكن أنها تأثر عليه، أنه كيف حتتغير، لأنه الإنسان عدو ما يجهل، لكن التغيير فعلا بحد ذاته متعة لابد أن يعيشها، وحتى يعيش هذه المتعة لابد أن يثق في نفسه بعد ثقته بالله سبحانه وتعالى في الدخول إلى هذه الحياة الجديدة اللي حيطور من خلالها نفسه دائما وأبدا. أذكركم قبل أن نكون معنا الأستاذ درويش القحطاني في موضوعنا حول تطوير الذات، المفهوم والنشأة، بأرقام التواصل لمن أراد أن يرسل رسالة نصية على الأرقام STC 84720، موبايلي 640-660، أما زين 7462-62، واتصالكم الهاتفي على الرقم 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. حنطلع فاصل ونرجع لكم، خلوكم معنا. طاقات بلا حدود. عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم طاقات بلا حدود، معي أنا عادل برباع، وموضوعنا اليوم عن تطوير الذات، وهذا التطوير مفهومه ونشأته مهم جدا أنه إحنا نتعرف عليه بشكل أدق عبر أحد المتخصصين. ومعنا ضيفنا اليوم الأستاذ درويش زهوان القحطاني وهو مدير مركز قادة التطوير بجدة. مرحبا بك أستاذ درويش. أهلا بك أستاذ عادل، حياكم الله، ونرحب فيك عبر أثير إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حياك أبو الحارث، وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. الله يسلمكم. إحنا إذا كنا نبغى نتكلم عن تطوير الذات، الكل بيسمع تطوير الذات، لكن كمفهوم كنشأة يعني وأهمية التطوير للإنسان في حياته بشكل عام، حقيقة لابد من وقفة حتى نتعرف عليه بشكل أدق. بكل تأكيد أستاذ آدم، النمو هو علامة الحياة بصورة عامة. تطوير الذات هو علامة حياة للإنسان وعلامة حياة للمجتمعات وللأمم المتطورة دوما، ولكن من المهم أنه حنا نتعامل مع هذا العلم أيضا بتخصصية وبعلم، لذلك لابد من نبذة صغيرة عن هذا العلم. متى نشأ هذا العلم أستاذ عادل؟ عام 1776 تحديدا، عندما توحدت الأمة الأمريكية بعد الحروب الأهلية، فأصبحت الأمة تعمل على عملية البناء والتطوير، توحد الجهود والطاقات من أجل البناء. فنشأ هذا العلم عن طريق كتابات من هنا وهناك، من على شاكلة كتاب جيمس ألين اللي يعتبر يعني لاند مارك صراحة، يعتبر علامة في هذا العلم، اللي هو الكتاب باسم As a Man Thinks، أو كما يفكر المرء، وهو صراحة كلمة مقتبسة أيضا من النبي داود عليه السلام، يقول لك As a Man Thinks in his heart so is he، أنه كما يفكر المرء في قلبه فهو فعلا كذلك. وأيضا عملية التفكير هي من أحد أهم أعمدة تطوير الذات، لأنه عملية التفكير الفكر هو الأب والفعل، والفعل هو ما يغير الحياة في الحقيقة. فلذلك بدأت هذه النشأة من على شاكلة هذه الكتب، ثم تطورت من خلال عمل الأكاديميين والتربويين على شاكلة الأستاذ الكبير المعروف اللي هو أورسين سويت مارفن،
الكلام هذا كله أستاذ عادل في منتصف القرن الثامن عشر تقريبا. نعم. فزي كتاب أوريجنشيب ماردن اللي هو Success and the Difficulty اللي هو النجاح تحت الصعوبات. نعم. فبدأت تظهر هذه التوجهات أو هذا الترند أو هذا التوجه نحو نريد علم جديد يخدمنا كبشر، يخدمنا كأمم، كيف نفعل طاقاتنا، كيف نرتب أفكارنا، كيف نصنع أفكارنا الإيجابية وطاقاتنا وسلوكياتنا البشرية من أجل أن نرفع مستوى حياتنا ومستوى المجتمع ككل. ثم تقدم العلم ودخل في علم النفس ودخل في أشياء كثيرة، ومن على شاكلة الكتب المهمة اللي هو كتاب تشارلز هانون اللي هو اسمه The Master Key System، هذا بدأ في نهاية القرن الثامن عشر وهو للمهتمين بتطوير الذات كلهم يعرفون كتاب The Secret اللي هو كتاب السكر معروف. نعم. بالضبط هذا مقتبس من هذا الكتاب اللي هو The Master Key System. ثم تطورت المسألة إلى القرن التاسع عشر وكانت بداية الانطلاقة الفعلية الحقيقية القوية كما نشهدها اليوم من خلال مجهود شخص اسمه نابوليون هيل. هذا الرجل هو من أسس تقريبا علم تطوير الذات بالشكل الحالي احنا نعرفه، وكل تقريبا كل المهتمين بتطوير الذات، كل المدربين، كل الكتب تقريبا طلعوا من عباءة هذا الرجل. وفي الأساس هذا الرجل لم يكن إلا صحفي أستاذ عادل مهتم، ووجد رجل أعمال إنسان نبيل اللي هو كارنيجي، وكان يومها أغنى رجل في العالم، وكان في نفس الوقت أستاذ عادل أنثروبولوجيست يعني مهتم بعلم الإنسانيات، وكان يريد أن يقدم شيء للحياة، شيء للمجتمع، شيء يخلد فيه ذكر اسمه، والأهم أنه يضيف فيه للحياة وللآخرين إضافة متميزة. فعمل شيئين ما زال حتى هذا اليوم بالرغم من الكلام هذا في الثلاثينات من القرن الماضي إلى هذا اليوم يؤثر في أمريكا وفي العالم من بعده. عمل حاجتين، أول حاجة أنشأ المكتبات العامة على مستوى أمريكا كلها تقريبا في كل المدن، بل فعلا في كل المدن وبطريقة مجانية. الشيء الآخر أنه أخذ هذا الصحفي اللامع الذكي اللي هو نابوليون هيل وكان صغير وقتها 25 سنة بالضبط. نعم. وقال له يا أخي أنا بعمل لك تحويل على 500 شخص من أقوى شخصيات أمريكا، أصحاب السلطة والنفوذ والمال، تدرسهم وتسمع لنا إيش سوى هذول البشر من أجل نقدم هذه الدراسة للمجتمع الأمريكي، يعملوا بها ويحققوا نجاحات متميزة. فنشأ مجلدات من ثقافة النجاح كما يسمى، 13 مجلد، ثم اختصر في الكتاب الخالد اللي ما زال إلى هذا اليوم من أفضل الكتب مبيعا بالرغم مر عليه تقريبا 80 سنة اللي هو Think and Grow Rich، فكر وانشأ ثريا. ثم بعد ذلك في الثلاثينات عندما اشتهرت مثلا تقدم ظهر في الخمسينات أيضا شخص آخر مهم جدا وكان قس أمريكي اسمه نورمان فينسنت بيل. هذا الرجل هو من أوجد أو هو من صنع كلمة التفكير الإيجابي. الآن إحنا كلنا نقول خليك إيجابي، فكر إيجابي، فكر إيجابي. هذا الرجل هو من أوجد هذه الكلمة من خلال كتابه اللي هو The Power of Positive Thinking، قوة التفكير الإيجابي اللي هي قوة التركيز والتفاؤل كما نسميها نحن. ثم تطورت من أجل أن يعني مسألة طويلة ما باخذ وقت كثير عليك يا أستاذ عادل. نعم. فتطورت المسألة إلى اليوم، ثم نشأت واندمجت فيها علوم أخرى قد نتطرق إليها لاحقا. جميل جدا. احنا لو أردنا أن نعود مرة ثانية لنتكلم عن تطوير الذات والآن دخوله إلى العصر الحالي وكيفية أنه صار له متغيراته وصار له يعني احتياجاته عما ذي قبل. بالضبط. الآن العالم أصبح ما يسمى بالعولمة. نعم. التحديات أصبحت سريعة، تسارع التغيير أصبح أيضا متسارع، فالإنسان لابد أنه يكون متطور، لابد أنه حتى في البزنس في ما يسمى بريبوزيشنينج أو إعادة التموضع، أنه أنت كعمل تجاري من سرعة التقلبات في العمل التجاري يجب أنه أنت تصنع يعني تعرف المسار رايح فين وتضع نفسك هناك. أيضا في ظل التحديات القوية الكبيرة اللي احنا عايشينها الآن يجب أن يكون الإنسان يجب أن يستثمر في نفسه. وفي قاعدة عندنا في تطوير الذات والذي ذكره براين تريسي يعتبر أحد الأعمدة في هذا المجال، يقول أنه إذا استثمرت من صافي ربحك 3% تقريبا في نفسك من خلال كتب، من خلال دورات، من خلال تطوير الذات، من خلال الأشياء اللي تطور الإنسان، فإن دخله سيتضاعف كل سنتين إلى 3 سنوات بإذن الله، وأنا أؤكد على هذه المعلومة. فالآن التحديات أصبحت كبيرة، سوق العمل أصبح demanding كما يسمى، متطلب منك جهد أكبر، يجب أن الإنسان يكون متقدم أكثر، عدد الناس أصبح أكثر، التحديات أصبحت أكثر أيضا. فالاستثمار في النفس هو علامة نجاح. وعلى فكرة من المعروف أنه نخبة 1% في أي مجتمع في أي مكان هم أكثر الناس تدربا. نعم. وعندنا حنا قاعدة في التدريب نقول أنه أقل الناس حاجة إلى التدريب هم أكثر الناس تدريبا، وهذا حقيقي، بينما أكثر الناس حاجة إلى التدريب هم اللي لا يتدربون.
نعم. لم يؤمنوا ولم يشعروا ولم يلمسوا في حياتهم أهمية التطوير، فتطوير أستاذ عادل أصبح سمة لا بد منها. جميل. لذلك نجد أنه في المجتمعات المتقدمة المتطورة الرائدة عندهم شخصيات اعتبارية أسطورية لمسألة تطوير الذات. مثلا الشخصية الاعتبارية الأسطورية الأساسية اليابانية اللي هي الكايزن، الكايزن اللي هو التعلم والتطوير المستمر لا منتهي، وهو الذي يضيف إلى العالم اليابانيين ما يضيفه من العظمة والإبداع. جميل. نجد الأمريكان، الأمريكان أيضا أستاذ عادل يعني ما عندهم شخصية زي هذه، لكن أحدهم وهو أنتوني روبنز اخترع يعني أو أنشأ مصطلح لهذا سماه كاني أو كناي، اللي هو أنه أنا تطور مستمر لا منتهي. فهذا شيء ديدا العظماء وديدا الناجحين، ويجب أن يكون ديدنا أيضا. جميل جدا. احنا نذكر بس المستمعين الكرام حتى يكونوا مشاركين معنا على طول. طاقات بلا حدود، بلا حدود. سمعنا صوتك. مشاكل وهموم لكل الباحثين عن العمل. أذكر المستمعين الكرام بأنهم بالإمكان المشاركة معنا سواء بأرقامهم، الأرقام اللي يريدوا أن يشاركوا بها على الرسائل النصية STC 84720، موبايلي 640-660، زين 7462-62، أو الاتصال الهاتفي على 011-217-8585، أو على الرقم 012-616-1100. سيد درويش، طبعا إذا كان موضوع تطوير الذات يعني هو الآن المفهوم اللي لابد نرسخه في ذهن كل مستمع ومستمعة حتى فعلا ينشأ على هذا المفهوم، فالرقم الأول أو الاسم الأول في هذا الموضوع هو دخوله في عالم التدريب أو يعني الدورات اللي ممكن أنها تكتشف من قدراته وتنمي هذه القدرات في حال اكتشافها. بكل تأكيد. نعم. التدريب هو تعليم الكبار كما يقال. تعليم الكبار، مسمى جدا جميل. نعم، تعليم الكبار، وهو أستاذ عادل يعني أشبه بكبسولة مضغوطة تأخذها من إنسان يعني متخصص في هذا المجال، يعني تأخذها في فترة زمنية محددة بدل ما أنت تأخذها على مدى زمني بعيد. وهو احتياج مستمر، مو معنى إنه الواحد أخذ دورة دورتين قال خلاص أنا اكتفيت. نعم، هنا نذكر مقولة للشافعي رحمه الله. نعم. يقول كلما ازداد علمي ازداد علمي بجهلي. نعم. لذلك مطلوب الإنسان، بالعكس الإنسان كل ما تقدم خطوة يعرف أنه قدامه خطوات كثيرة، ويعرف أنه مستحيل أنه يحقق كل شيء من ناحية التعلم. صحيح. أنه العلم أصبحت كالبحار، فنعم لابد من التطوير المستمر. جميل جدا. إحنا حنأخذ اتصال هاتفي معنا. اتصال، ألو، مرحبا. ألو، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تعرف بك عايد الموري. هلا، تفضل أخوي عايد. والله حاب أشارك موضوعكم بس. تفضل، معاك الأستاذ درويش ممكن يجيبك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ درويش؟ أهلا بك حبيبي. أهلا بك. الله يسلمك. الكلام اللي قلته من ناحية الرجل الثري الأمريكي. نعم. اللي أخذ الصحفي نابليون، هذا نعم. الكلام يعني برا، وهم ربوا وعينهم على بعض ويرافوا بعض، وكل واحد يحط يده في يد الثاني، لكن نعم. عندنا هنا الحمد لله، بس ما نقول إلا الشكوى لله. هنا من عيال بيتنا سعوديين يكونوا رؤساء ماسكين مناصب، الواحد يريد يأخذ راتبك، قد ما تطور في نفسك تلقى اللي يضغطك واللي يسقطك قد ما تسوي. فبلدنا بلد الإسلام ومسلمين، وعيال جلدتنا يحاربونا، والله الواحد يريد يأخذ راتبك من جيبك. أتمنى يسمعوا إنه الغرب يحنوا على بعض ويحطوا أيديهم. أنا أقول لك حاجة، رجل زي أغنى رجل في العالم وقتها. نعم. وملتفت للصحفي. نعم. ورافعه الحمد لله، بس ما نقول إلا الشكوى لله. وضحت الصورة أخوي عايد، حيجاوبك الأستاذ درويش، خليك معنا، اسمعنا من الإذاعة. وأنت طيب. يا هلا، شكرا لك. حنأخذ اتصال ثاني وتجاوبه بس أستاذ درويش. تفضل عزيز. مرحبا. ألو. ألو، مرحبا. ألو. يا هلا وسهلا، مين معنا؟ مساك الله بالخير أخوي، هذا معك سلطان الدوسري من مكة. هلا بك سلطان، تفضل. الله يعطيك العافية. مساء الخير دكتور درويش. أستاذ درويش، الله يعطيك العافية. إن شاء الله الله ينفع بك إن شاء الله وبعلمك يا دكتور. الله يجزاك خير عزيزي. تفضل أخوي سلطان. أثني صراحة على فكرة البرنامج وعلى الضيف، الله يعطيك العافية أخوي عادل وعلى القائمين على البرنامج. وبالفعل يعني حكاية تطوير الذات يعني يمكن زمان قبل 10 سنوات، يعني مو بالزمن البعيد، يمكن عندنا في الوطن العربي وعندنا في دولتنا بالذات. نعم.
يعني ما كان منتشر ذا الشيء. نعم. الآن يعني بدأنا نلاحظ على كثير من الشباب بنخرطوا في برامج دورات تثقيفية. بعد يعني أكثر حاجة أتمناها من الله سبحانه وتعالى بدلا من القائمين على التعليم عندنا هنا في السعودية بالذات، يعني التفتوا للنشأ الآن اللي طالع، النشأ اللي الآن الأطفال الصغار اللي كبروا وتربوا وفتحت عيونهم على جيل الإنترنت وجيل الانفتاحية. أيوة. هذا الشيء إحنا كلنا ما عشناه تقريبا من 20 سنة أو 30 سنة. نعم. أتمنى إنه تكون هذه فعلًا يعني أحد المواد الأساسية للدرس في المدارس. يا سلام. ما يكتفوا إن تكون بس مجرد أنشطة أو مجرد مشاركات أو مجرد يعني شيء ممكن بالنسبة لهم عديم الفائدة أو تضيع وقت. نعم. إنه ينجبروا فيها وتصبح يعني مواد وتعلم وتدرس ولها درجات وممكن ينجح وممكن يخسر فيها. يعني أنا بنفسي الآن أنا والد لأطفال الحمد لله رب لك الحمد، وعندي بناتي الآن يدرسوا. يعني أتمنى فعلا هذا الشيء يكون شيء إيجابي على الأقل يحدد مسيرهم. نعم. أنت بتدعو إلى ثقافة التدريب في من خلال التعليم. نعم. جميل جدا. ويحدد مسيرتنا في الحياة الآن. يعني كنا زمان إحنا أطفال صغار إيش نفسك تكبر، لما تكبر إيش نفسك تصير؟ صحيح. لا بالعكس، المفروض هذا من النشأ من عمره 4 سنين 5 سنين يكون خلاص حاط هدف أمامه وبيح يعني أوكي وبيمشي فيه، بس كمان في نفس الوقت لازم يكون له خيارات. أنا واحد من الناس، ماذا أتكلم عن نفسي، لما كنت صغير ما كان لي خيار إلا واحد، لما كبرت وما حصلت الخيار اللي أنا حصلته. نعم. أو كنت أتمناه، أتضح لي نفسي إن المراهق إن أنا أعتبر فاشل أو إني أنا كنت يعني منبوذ في مجتمعي وإني كنت غير، لكن مع مرور الأيام الواحد بدأ يتأقلم. صحيح. حرام الشيء اللي احنا مرينا فيه النشأ هذول يمروا فيه. وضحت الصورة أخوي سلطان. ما شاء الله تبارك الله جيل مثقفين. أنا أشد على أدانكم، الله يجزاكم خير، وإن شاء الله يا رب صداكم يوصل لأبعد من بإذن الله تعالى. وهذا هو اللي بإذن الله. شاكر لك يا دكتور أستاذ عادل، شاكر لك يا دكتور درويش. يا هلا فيك. احنا حناخذ الإجابات منك أستاذ درويش، لكن بعد هذا الفاصل خلوكم معنا مستمعينا. طاقات بلا حدود. حياكم الله مستمعينا الكرام، معكم عادل برباع وبرنامجكم طاقات بلا حدود، وموضوعنا اليوم عن تطوير الذات. تحدثنا عنه بمفهوم ونشأة وأهمية. الأستاذ درويش زهوان القحطاني مدير مركز قادة التطوير بجدة. أستاذ درويش، طبعا أخونا عايد وسلطان كانوا قد سألوا سؤالين، نحتاج الجواب الآن منك. نعم. بالنسبة للأخ عايد هو المتصل الأول. نعم. نعم. الأخ عايد، أول حاجة يا عزيزي هذا مبدأ وقانون، قانون الحياة كوني. نعم. إنه ما تركز عليه يتوسع في حياتك، بمعنى إذا ظلنا ننظر إلى الجانب السوداوي من الحياة، الجانب اليائس من الحياة، الجانب السلبي في الحياة، فإننا لو للأسف إنه هذا الجانب يتسع. يجب أول حاجة الإنسان لا يملك أخي عايد إنه يفكر، لا يملك كامل السلطة والهيمنة على شيء في حياته أكثر مما يملك من الهيمنة على تفكيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجدون. نعم. تفاءل، هذه جملة شرطية، إن فعلتم كذا تحصلوا على كذا، فلا بد من تفاؤل كي نجد هذا الخير، لأنه هذا التفاؤل يصنع الخير. أنا أقول لك إنه مشاكل موجودة، سلبيات موجودة، التحديات موجودة، لكن قل لي أنت هل في فترة من الحياة لم تكن هذه التحديات موجودة؟ التحديات جزء من الحياة، لكن واجب عليك أول حاجة تبدأ بتغيير عقلك، تصنع عقلية إيجابية تفاؤلية قوية. ثاني شيء إنه أنت بالنسبة لمجال عملك في قاعدة معروفة، إنه وهذه قاعدة معروفة يقول لك إنه كن جيدا بما فيه الكفاية حتى أنهم لا يستطيعوا أن يهملوك. يعني إنه أنت إذا تفوقت على نفسك دوما وكنت أفضل دوما، صدقني كل اللي في محيط عملك غصبا عنهم، أنا أقول لك بالعربي، راح يحترمونك وراح يتفاعلوا معك. جميل. الشيء الآخر وهو أول سمة من سمات الفعالية الشخصية اللي ما يسمى بالبرو أكتيفيتي، هذه ليس لها مقابل في العربي، هو أن تكون شخص مبادر وشخص مسؤول عن حياتك، بمعنى إنه أي شيء يصير في حياتك تقول لنفسك إنه أنت المسؤول وأنت فقط، حتى وإن كان المجتمع مخطئ. دائما أحط المسؤولية علي أنا، يعني بالضبط، حتى لو كان هناك اي يعني اخطاء قد ترد من الخارج. استاذ درويش بالضبط استاذ عادل، لانه اللحظه اللي اضع فيها هذا الخطا على هذا العنصر الخارجي فانا امنح قوتي الى هذا العنصر واضيفه علي. آه. تقوى سلبيته علي، بينما لما انا اجد نفسي في هذا الوضع انا مسؤول، انا هنا اليوم بسبب قرارات الامس، انا هنا اليوم بسبب افعال الامس. نعم. وان اردت ان اكون في مكان اخر فانا وانا فقط بعد الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى استطيع ان اصل الى تلك النقطه. فيجب أن حتى وإن كان الآخرون مخطئون سلبيا في نفسه،
عليه هو كمؤثرات. يجب يا أخي أول حاجة التفاؤل، يجب أن تتفوق على نفسك وتتطور دوما بحيث أنهم لا يستطيعوا إهمالك في مجال العمل. ومن واحدة يعني من النصائح المفيدة ما يسمى به under promise over deliver، بما معناته أنه أنت تتكلم أقل مع الناس الآخرين، لكن لما يجي العمل تعمل أكثر مما كانوا يتوقعونه. نعم. تصنع لك حيز وتزيد من دائرة تأثيرك. وتفاؤل يا أخي الكريم، هناك ناس كثير جدا جدا وفي مجتمعنا أيضا معطائين يحبون الخير ويعملون عليه من رجال الأعمال ومن عامة الناس. جميل جدا. هنا رسالة وصلت تقول أهم مهارات تطوير الذات هي التخطيط الشخصي، وبقية المهارات تابعة تدعم التخطيط. التخطيط هذا رأيي كتلميذ بندر مدرب معتمد من كندا وأمريكا. إذن التخطيط ودائما وأبدا اللي يجعل الإنسان في المقدمة. هو في مقولة أيضا تقول لك أنه النجاح هو الأهداف. نعم. بقية مجرد تماليات. جميل. بما معناته أنه الإنسان يجب أن يكون له أهداف، أهداف واقعية. طبعا الأهداف هذه موضوع طويل عريض وكيفية وشغلته، ولها على فكرة دراسات رصينة حتى في هاربرد حكاية كيفية صناعة الأهداف. مثل هذه مين؟ مثل هذه ساينس مبنية على ما يسمى بعلم النفس العلمي، وهو يختلف عن علم النفس الدارج الموجود حاليا. نعم. فكلمة الأخ نعم مهمة، ولكن ليس كل شيء التخطيط. التخطيط في أشياء كثيرة، لأنه هذا العلم عند تطوير الذات هو عبارة عن مزيج من عدة علوم سلادم، تشمل ما يسمى بعلم النفس وخاصة علم النفس العلمي، تشمل ما يسمى بالسوسيولوجي أو علم النفس الاجتماعي، تشمل القيادة دراسات القيادة، وتشمل البزنس داخل فيها بشكل كبير. ومن أهمها في نظري أين أيضا كخلطة إضافية اللي هو تجارب العظماء، تجارب الناجحين، سيرهم الذاتية. هذه أيضا تضيف أشياء كبيرة لا يمكن، مع احترامي للجميع، لا يمكن للأكاديميين أن يسمعونها. نعم. لا يسمع إلا أرض الواقع. فعلم تطوير الذات شامل أشياء كثيرة ومتعددة، ولا يمكن لحاجة بها بسهولة. ولكن كلمة الأخ أيضا ممتازة، لأنه أهم شيء أن الإنسان يعرف هو رايح فين. طيب الأخ سلطان الرد على جواب على سؤاله. علم تطوير الذات يا أخي جزئية من تطوير الذات العادم كان ما يسمى به اللي هو الاعتزاز بالذات، أو ما يسمى بالسيلف استيم. هو الأخ اقترح أنه يدرس هذا الشيء في العلم، طبعا في التعليم عندنا. طبعا التعليم يعني نوعا ما الكل يتكلم أنه يحتاج إلى تطوير، وفعلا يحتاج إلى تطوير. يعني مثلا تجد أنه في أمريكا فرضا أنه في كل المدارس إذا في إنسان متميز كمدرس وأراد اقتراح يعني برنامج معين بشكل معين، في يستطيع اضافته فورا. نعم. يستطيع اضافه ساعات عمل ويفرغون المساله هذه. فمن باب اهميه التعليم هذا الشيء اللي هو تطوير الذات، مثلا اتكلم عن جزئيه صغيره فيه اللي هو الاعتزاز بالذات او السيلف استيم. نعم. وهذا الشيء ظهر ايضا في اوائل التسعينات على يد استاذ اسمه براندن. من اهميه هذا الشيء استاذ ادم، كان ايام بيل كلينتون كاد ان ينشئ وزاره تسمى وزاره الاعتزاز بالذات، تخيل. ومن أهمية لأنه هو أحد أهم عوامل أن الإنسان ينظر إلى نفسه بإيجابية وينظر إلى محيطه بإيجابية ويعمل. لذلك كون قوة سموها كاليفورنيا فورس، يعني كانت في كاليفورنيا هذه، وكان من ضمن أعضائها اللي جان كان فيلد، وهو شخص معروف صاحب مجموعة كتب اللي هي كتب مرقة الدجاج للروح اللي انباع منها أكثر من 100 مليون. كان هذا الشخص من ضمنهم في كيفية رفع مستوى الاعتزاز بالذات، خاصة عند المراهقين والمراهقات. نعم. لأنهم هم أهم يعني عنصر في المجتمع من أجل بناء مستقبل. فكلام الأخ صح، قد لا يتبنى بالشكل اللي احنا نعرفه، لكن أهميته أنه احنا نصنع. وهذه واحدة صراحة من رسالتي في المركز أستاذ عادل، أتمنى يا ربي أنه احنا نستطيع صناعة شخصية اعتبارية. أنا بالنسبة لي أنا أشكل شخصية اعتبارية مشابهة للكايزن الياباني. بمعنى إيش الاعتبارية؟ اعتبارية يعني شخصية أسطورية ليست موجودة، ليست يعني مش أنا وإنت. يعني هل بالإمكان صناعة شخصية أسطورية في مثل هذا الوقت؟ نعم. اللي أنا بقوله أنه مثلا زي الكايزن، اليابانيين عندهم الكايزن، وهو الشخص الذي يتعلم تعلم مستمر لا ينتهي. نعم. وكذلك عند الأمريكان، حنا نبغى نصنع كعرب شخصية اعتبارية كهذه الشخصية الاعتبارية الكايزن. نعم. وأنا أقترح أنه حنا نسميها يا ربي، حنا نتوفق ونسميها شخصية تطويري. نقول هذا الشخص إنسان تطويري، هذه السيدة إنسانة تطويرية، بمعنى أنه هي مؤمنة هذه المرأة بأهمية تطوير نفسها، ومؤمنة بأنه التعلم المستمر لا ينتهي. جميل جدا. نحن حنأخذ اتصال الهاتفي، نقول مرحبا. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تقصر لنا صوت الراديو عندك تسمعنا من الجوال. يفصلت الراديو. طيب تمام. تعرف عليك أخوي محمد. هلا بك محمد، تفضل. يعني أنا أنتم تتكلمون عن تطوير الذات، فأنا يعني حاب أتكلم عن مما يعني عن نفسي، يعني طورت ذاتي يعني. نعم.
يعني كنت موظف في شركة راتب يعني لا يتجاوز 3000 ريال. جميل. بعد ذلك طورت نفسي بدورات تدريبية منها اللغة الإنجليزية ومنها دورات في الإدارة ومنها دورات في الكمبيوتر يعني. ممتاز أخوي محمد. ثم تدرجت حتى أصبحت مدير الشركة. ثم الآن أصبحت شريك لصاحب الشركة. ما شاء الله. ما شاء الله. هذه عاد قصة نجاح وقصة إصرار على النجاح. طبعا فترة أخذت يمكن تقريبا 15 سنة تقريبا. ما هل الفترة اللي أنت انتقلت فيها من موظف عادي إلى شريك في شركة؟ أيوه. جميل جدا. هذه فترة فترة تقريبا 15 حتى لو طول الوقت ما لا تيأس مع طول الوقت. صحيح. أو تقفل تقفل الطريق في الوجه لا تيأس، اطرق باب ثاني يعني ممكن إذا ما فتح لك الباب ذا فتح لك الباب الثاني يعني. جميل جدا. الله يعطيك العافية أخوي محمد. يا هلا. أنا أذكر أخوي محمد وكمان بقية المستمعين والمستمعات بمسابقة جائزة الإصرار اللي أطلقها صندوق تنمية اللي هو مع وزارة العمل وهو عبر إذاعتنا ألف ألف أف أم. هناك جائزة مقدمة لاثنين من الناجحين وأصروا على نجاحهم، قيمة كل جائزة 100,000 ريال، إضافة إلى من يدلنا بقصص أو مواقف سواء لهم أو لغيرهم بالإمكان الدخول في السحب على آيباد 2 10 آيباد 2 لكل من يشارك في هذه المسابقة. أما أصحاب القصص الحقيقية فيكرموا بإذن الله تعالى بمبلغ أو جائزة قيمتها 100,000 ريال لشخصيتين اثنتين بإذن الله تعالى. شاركوا وطبعا اكتبوا جائزة الإصرار سواء عبر جوجل حتى يكون يفتح لكم موقع الويب سايت، أو جائزة الإصرار في الأكاونت على تويتر حتى تعرفوا التفاصيل وكيفية الاشتراك في هذه المسابقة. أيضا نأخذ اتصال آخر. مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم كنترول؟ الكنترول طيب بعد البرنامج أختي تتصلي يكون معك الكنترول. يا هلا. اتصال آخر. مرحبا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير أستاذ. مساك الله بالنور والسرور. حيا الله أخوي مختار. أهلا وسهلا مختار الكنتي معك. هلا بك. ضيفك الكريم الأستاذ درويش. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك وكل عام وأنت بخير. أنت بصحة وسلامة يا رب. الله يسعدك. أنا صراحة أشكرك أستاذ عادل وأشكر ضيفك الكريم. الله يسلمك. أنا أذكر كنت في أحد الدورات عند الأستاذ درويش. جميل. فكان يتكلم عن قضية تطوير الذات وكذا، فما شاء الله أسهم فيها وذكر كثير من الأمور كذا يعني، وكان الوقت يعني سامح له. فكنت أنا وزميلي الأستاذ عمر فلاتة نقول له لازم تخرج زكاة علمك يعني، فكويس إن هذه بادرة يعني بداية. جزاك الله خير يعني مثل هذه اللقاءات إن شاء الله. أي نعم خير من يتحدث. تفضل. الله يسلمك. أنا حاب بس أتكلم على قضية الآن يعني هل يعتبر مثلا التدريب المصدر الوحيد لتطوير الذات، أو أنه مثلا يضاف إليه القراءة، أو بحكم مثلا اختصاص الأستاذ درويش ممكن في مصادر أخرى تكون مثلا غائبة عن الشخص، أو يعني قد مثلا يعني تسهم في تطوير ذاته يعني. نعم جميل. وجميل كذلك أنا حاب اللفت الكريم من الأستاذ درويش اللي هي قضية التعريف على الجانب اللي مرتبط بثقافتنا الإسلامية حول تطوير الذات، مثلا مقولة الإمام الشافعي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جميل يعني يعطي يقرب المفهوم للشخص يعني، لأنه كثير من الناس مثلا يقول لك هذولي وهذولي مثلا غرب وممكن ثقافتهم غير عن ثقافتنا. نعم. لما يذكر مثلا شيء من ثقافتنا الإسلامية يدعو الإنسان لتطوير ذاته للرفعة من شأنه، فجميل جدا يعني. صحيح. يعطيك العافية. أنا شاكر ومقدر لكم، سامحوني على الإطالة. لا لا بد. حياك الله. نتمنى بإذن الله نشوف الأستاذ درويش قريبا إن شاء الله. وأنت طيب. يا هلا وسهلا بك. مرحبا. طيب أستاذ درويش، احنا فعلا كثير من الأسئلة اللي وردت لكن احنا نبغى نسمع منك الإجابة
وذكرنا ايضا بالدورات اللي ممكن الواحد يستفيد منها خاصه وانت في مركز قاله التطوير، وكثير من الدورات المميزه اللي فعلا هي علامه فارقه في كثير من الدورات اللي تقدموها. اولا اشكر الاستاذ مختار على كلماته جزاه الله خير. الشيء الثاني، المسلم استاذ عادل هو انسان عالمي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو اول الناس بها. نعم. احنا نظرتنا للغرب ولعلوم الغرب نظره غالبا ما تكون النظره العامه للمجتمع هي نظره خاطئه صراحه. ناخذ السيء ونترك الجيد كما هو معروف، بينما انه الجيد هو اكثر من السيء بكثير، سواء في انماط النظم الاداريه متفوقين متقدمين بلا شك، في انماط اداره المجتمع ايضا متفوقين، في علوم التقنيه في كل شيء تقريبا متفوقين، اللهم الا في الجانب الاخلاقي ما يتعلق بعلاقه الرجل والمراه، انا بنظري هي الشيء الوحيد المظلم عندهم، لانه الاسلام ما أنار حياتهم، نسأل الله أن ينير حياتهم. آمين. إحنا نأخذ أينما وجدنا، بالعكس يجب أن نغزو كل الثقافات، لا تجد حضارة سائدة إلا وغزت كل الثقافات. أمريكا الآن رائدة العالم كله لأنه هي بوتقة تنصهر فيها كل ثقافات العالم، كل نجوم العالم، كل عبقرية العالم تروح هناك عشان تعيش، وبالتالي تضيف إلى أمريكا كقوة رائدة. نعم. بالنسبة أيضا تذكرت الآن لما ذكرت على حكاية الدورات، أنا أذكر رجال الأعمال وهنا أذكر الأخ عائد أيضا، إن شاء الله نكون معانا أيضا، إنه رجال الأعمال في دراسة استعداد الوقيمة 6 سنوات تجيب على سؤال واحد ما يسمى يعني كيف عاشت الشركات العظيمة اللي استمر عمرها أكثر من 100 سنة، تسمى الشركات ذوات الرؤية أو البيجينري كومبانيز. وجدت أنه أسست هذه الشركات من مؤسسيها الأوائل على مبدأ أحد مبادئها يقول أنه أكثر من مجرد الربحية، more than a profit. فأهيب بنفسي وبرجال الأعمال في البلد كلهم أنهم يجب أن يصنعوا شيء للمجتمع، يجب أن يضيفوا شيء للمجتمع. ومن هذا المنطلق بالنسبة لنا كمركز قادة التطوير، حنا نحاول إنه نعمل ما يسمى ب إذا قدرنا نسميها كذا دمقرطة المعرفة، بمعنى إنه حنا نجيب علوم النخبة ومعارف النخبة من نخبة المدربين في المملكة والخليج العربي من أجل أن يقدموا دورات مجانية تضيف للآخرين، تضيف وأيضا أكيد حتضيف لنا أيضا إن شاء الله. الإنسان الذي يسهم يجب سيلقى بلا شك. جدا دورة. جدا رائع أستاذ درويش. نقول لي أخيرا بس عشان إحنا وصلنا لنهاية الحلقة، دورة إيش؟ عندنا دورة اسمها دورة المتحدث البارع في الغرفة التجارية إن شاء الله تعالى في إن شاء الله محرم بإذن الله تعالى، وهي دورة مجانية وإن شاء الله سيجد فيها الخير لكسر رهبة اللي هو التحدث أمام الآخرين والتفاعل، لأنه التحدث أمام الآخرين أكبر رافع للثقة بالنفس وللتعبير عن الذات وبالتالي حصول النجاح المهني والحياتي. شكرا لك أستاذ درويش زهوان قحطاني مدير مركز قادة التطوير بجدة على هذه الإضافة، وإن شاء الله نلتقي بك في حلقات قادمة. إلى الملتقى مستمعينا الكرام، تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.